السلام عليكم. نبدأ بالسباينال كورد. طب السباينال كورد يا جدعان ليه هنتكلم فيها عن جزئين، الاكسترنال فيتشرز والانترنال فيتشرز، او الخصائص الخارجية بتاعت السباينال كورد شكل المرة عامل ازاي، و الانترنال فيتشرز بتاعت السباينال كورد. هنعمل كروس سكشن في السباينال كورد ونقعد ندرس ايه الاجزاء بتاعتها بتبقى عاملة ازاي. طب نبدأ بالاكسترنال فيتشرز. والله الاكسترنال فيتشرز تيجي تبص على السبينال كورد تلاقي شكله سلندريكال، شكله سلندريكال، وفي 2 انلارجمنتس، في سيرفيكال انلارجمنت وفي لامبر انلارجمنت. طب تمام. عامة السبينال كورد طبعا بيمتد فيه الفيرتبرال كانال، تبقى محافظة كده، بتبقى عاملة له حماية وبروتكشن. برضو من الحاجات التانية من الاكسترنال فيتشرز ان بيبقى السبينال كورد ظهر فيه حاجة اسمها الانتيريور ميديان فيشر او الانتيريور ميديان جروف او الانتيريور ميديان سالت جاي، ده بيبقى فيشر كده في نص السبينال كورد كده، ماشي بالنص كده تمام. يعني الاكسترنال فيتشرز ما فيهاش رغي كتير، ما فيهاش رغي كتير. طيب ندخل على المهم واللي كان طلبه مننا دكتور أندري الأسبوع اللي فات، هو دراسة التراكتس بتاعت السباينال كورد. طيب عشان نفهم التراكتس والنيوكليسس بتاع السباينال كورد لازم نعرف ان السباينال كورد بيتكون في الأساس، لو هتيجي تبص عليه من جوه يعني، من مكونين أساسيين الوايت ماتر والجراي ماتر. الوايت ماتر بيمشي فيها التراكتس، التراكتس ديت عبارة عن نيورونز او خلايا عصبية، الاكسونز بتاعت النيورونز ديت او اجزاء من الاكسونز بتاعتها. النيورونز دي بتبقى يا اما نازلة من البرين رايحة على السبانال كورد، وطبعا من السبانال كورد بياخدها نيرف، سبانال نيرف، وسبانال نيرف يطلع بيها على اورجان معين، او بتبقى طالعه من السباينال كورد على البرين. يعني هي بتبقى يا اما نازله يا اما طالعه، يا اما بتبقى descending tract نازل من البرين، يا اما ascending tract ascending tract ascending tract. طب ال descending tract ده مسلسل محمد بيوصل الإشارات الكهربائية من الدماغ، يعني بيخلي أورجن يعمل حركة فسموه موتور تمام. بس ال ascending tract ده بيوصل sensation للدماغ فسموه sensory نيورون بورد، سنسوري تراكت. ف يعني دول الانواع بتاعت التراكتس اللي بتبقى موجوده في السبينال كورد. طيب الانواع بتاعتها في قواعد للتسميه بتاعت التراكتس عمال هي موجودة. التراكس في الفين او موقع فين؟ located in the white matter او ال white substance، موجودة في ال white matter او ال white substance التراكس دي في ال spinal cord in spinal cord. في قاعدة تسمية بتاعتهم، يعني مثلا لو أوله سباينو مقطع، أول التراكت كلمة سباينو مقطع ده كده، ده معناه إن هو ascending، يعني طالع من سبان كورد للبرين، ده لو أولها سباين تمام. start with spine
ده معناه من الاخر انه طالع من ال سبينال كورد على البرين، معناه ان هو ascending. خلي كده مثلا دي باللون الاحمر ascending. طب لو هو ends او بينتهي خليها اللون الاحمر ends with spinal، معناها ان هو descending، معناها ان هو descending. تمام، ده كده الايه، دي القواعد بتاعت التسمية بتاعت التراكت اللي بتبقى موجودة في السباينال كورد اللي المفروض نسمعها الأمرية يعني. تمام، طيب الوايت ماتر بتبقى متقسمة بالجروفز أو السلكاي اللي موجودين في السباينال كورد، بتقسمة لأربع فونيكلز. ايه هما الأربعة فونيكلز دولت؟ عندك البوستيرير فونيكلس، it is divided into four posterior lateral anterior into three pairs of فنيكلس into three فنيكلس. تمام، ايه الثري فنيكلس دولت؟ posterior رقم واحد، ايه posterior رقم بي ديها ان اسمه ده lateral، و سي هتلاقي عندك anterior. تمام، ادي كده ايه ال اسامي الفنيكلس اللي موجودة او الفنيكلاي الموجودة في الوايت ماتر. تعالى نشوف البوردرز بتاعت كل واحد. يعني البوستيريور بيبقى بتوين البوستيريور سبتم and posterior lateral sulcus. ده الحدود بتاعت البوستيريور فينيكولاي. فين البوستيريور سيبتوم؟ تعالى اما نشوف على الدياجرام ده كده، ادي البوستيريور سيبتوم، وادي يا صديقي الحته دي كده البوستيريور لاترال سالكاي. فهتلاقي هتلاقي ما بينها البوستيرير فونيكلس. البوستيرير فونيكلس ده بيبقى ماشي فيه تراكتس. حلو، التراكتس اللي بتبقوا ماشي اللي بيبقوا ماشيين فيه بيبقوا مسرعة سنسيشن، يعني هما ascending. هو بيبقى متقسم للجراسلي والكونيتس. الجراسلي والكونيتس، تمام، جراسلي والكونيتس ساسبلس متقسم للاتنين دول. طيب ارجع 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 تمام، انزل كده صديقي. لاترال اسم الذين هذا
lateral borders بتاعته، لا هتلاقيه between ال posterior lateral sulcus و ال anterior lateral sulcus. من الاتنين دول posterior lateral anterior lateral. تمام. بعد كده الانتيريور بقى والانتيريور لاترال سيركس والايه و انتيريور ميديا اشار ما بين الاتنين دول كده الانتيريور لاترال سيركس والانتيريور ميديان فيشر. تعالى لما نشاور عليهم كده على الرسمة هنا يبقى دي كده البوستيريور فينيكلس تمام، وادي كده اللاترال فينيكلس الحتة دي كده، وادي كده الانتيريور فينيكلس الحتة دي كده. ادي البوردرز بتاعتهم لذيذ، عشان نخلصها كده سنة نلصق كده سن، نلصق هنا سن، تمام 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 بس كده. وادي الايه البوردرز بتاعت الفنيكلس دي تمام. جوه كل فنيكلس بقى بيبقى فيه ascending و descending تراكس من الاكسونز او نيورونز المسؤولين على كل واحد فيهم ليه فانكشن او وظيفة معينة. طيب نبتدي بالانتيريور فونيكلس. الانتيريور فونيكلس في خمسة تراكس، خمسة ايه؟ خمسة تراكس. الخمسة تراكس دول اربعة منهم ديسندنج، واحد منهم اسندنج. طيب الأربعة descending ايه هما؟ الأربعة descending يا صديقي عندك ال anterior cortico spinal tract، وعندك كمان ال tecto spinal tract لازقين جنب بعض كده على طول. خلي بالك ان انت المفروض تبقى عارف الليبلز ديت لان هو هيسأل فيها. هدي كده عندك ال cerebral spinal tract، وعندك الريتيكولو سباينال فايبرز، الريتيكولو سباينال فايبرز، وعندك في النص السباينو ثالموس انتيريور. لا انا كان باللاتيني، يبقى هي الانتيريور سباينو ثالميك تراكت، انتيريور سباينو ثالميك تراكت. ما ده الوحيد الاسندنج، يعني كل اللي ذكرتهم دول الكورتيكو سباينال والتكتو سباينال والفيستيبيولو سباينال والريتيكولو سباينال كل دول ديسندنج. الوحيد الاسندنج كان السبينو ثالمس. ليه هو اسندنج؟ عشان اول مقطع السبينو، سبينو ثالميك انتيريور سبينو ثالميك تراكت. حلو، انا هتلاقي الفيستيبيولو سباينال تراكت متكرر تاني، واذا ما هو موجود هنا برضو الفيستيبيولو سباينال وهنا الفيستيبيولو سباينال، عشان كده كل ده كده ايه انتيريور، عشان كده كل دي انتيريور فونيكلس. طب اللي جنبيها على طول اللاترال ايه؟ اللاترال فونيكلس. اللاترال فونيكلس فيها ثلاثة فيها ثلاثة ديسندنج وفيها اربعة اسندنج. الثلاثة ديسندنج فاكر احنا هنا قلنا anterior corticospinal tract، هنا بقى في زيه بالظبط اسمه lateral corticospinal tract، lateral corticospinal tract. تحتيه على طول
ده هتلاقي الروبرو سباينال تراكت، تحتهم على نفس الصفحة حيث كده ان هو في نفس الرو كده رقم 3 هنا ال اوليفو سباينال تراكت تمام. وبعد كده هتلاقي فيه هنا الاربعه دول، الاربعه دول محشورين في النص بين ال ما بين الديسندنج تراكس، هما دول اسندنج تراكتس واسميهم كالاتي: سبينو سيرابيلس بوستيريور او البوستيريور سبينو سيرابيلر والانتيريور سبينو سيرابيلر، وكمان هتلاقي اللاترال سبينو ثالميك، وهتلاقي السبينو تكتاليس تراكت تمام. دول اربع تراكتس ال اي، الاربع تراكتس الاسندنج اللي موجودين جوه اللاترال فينيكلس. فاحنا واحنا شغالين بنمشي ازاي؟ بتمشي اول حاجه بالفينيكلس، بعد كده الفينيكلس ديت سواء كانت انتيريور او بوستيريور او لاترال، بعد كده تاني حاجه بتبص عليها هي اسندنج or descending تمام. فده كده ده التقسيمة بتاعتنا عشان تظبطها في دماغك وانت بتراجع عليها وانت بتذاكرها. تبص اول حاجة فين الفونيكلوس الفلاني؟ ده في الانتيريور فونيكلوس. انتيريور فونيكلوس ده، طب التراكت ده ascending ولا descending؟ عددهم كام كده؟ فده حاجات بتساعدك في انك تذاكرها، انك تسترجع او تفتكر المعلومات يعني. بس كده فاحنا كده غطينا البوستيريور، كنا بنتكلم عليها من شوية اللي هي متقسمة للجراسلي والكونيسوس فاسكلز برضو. فاسكلز انا عمال بقول فانيكلز، ما هي على فكرة نفس ال نفس النطق اعتقد. عامة هي فونيكلس او فاسيكلس الاتنين يعني نفس المعنى، الاتنين نفس نفس المعنى، نفس الشيء، اتكلم عن نفس الحاجة عادي بقى. فهي ممكن تمشي فاسيكلس وممكن تمشي فونيكلس عادي، فانا بنمشي فاسيكلز او فونيكلز سواء كانت انتيريور او لاترال او بوستيريور. وبعد كده نشوف التراكس اسندنج كام واحد وديسندنج كام واحد ونقوم نخلص الموضوع حاسه. ده بالنسبه للوايت ماتر. طب بالنسبه للجراي ماتر؟ لا الجراي ماتر حوارها بسيط شويه. يمكن الجراي ماتر بتنقسم لنيوكلياي اللي هي جمع النيوكلياس يعني. شفنا قسم النيوكليوس في الأول يعني تليها تقسيمة مختلفة. استنى جري ماتر divided into بتتقسم لي تلات حاجات. رقم واحد ال posterior horn، رقم اتنين الانترميديت زون او اللاترال هورن انترميديت زون، مقسم لاترال هورن واخر حاجه خالص رقم ثلاثة وهو عراويس الانتيريور هور انتيريور هور. بس تمام. طيب تعالى نشوف على النيوكليا اللي موجوده في البوستيريور هون. هتلاقي المارجنال نيوكليا او نيوكليس مارجنال نيوكليس، هتلاقي الجيلاتينس سبستانس، وهتلاقي نيوكليس بروبريس. فالحته دي كده ده البوستيريور هورن.
في الانترميديت زون هتلاقي فيه 3 نيوكليوي، هتلاقي البوستيريور ثوراسيك البوستيريور ثوراسيك نيوكليوس، كان ليها اسم تاني هنفتكره، بس النيوكليوس اللي ورا على طول كانت الانترميديو ميديال نيوكليوس، في انترميديو لاترال نيوكليوس. خد بالك الجزء الاولاني جاي من كلمة انترميديو زون، في انترميديو ميديال انترميديو لاترال، طبعا في البوستيريور ثوراسيك نيوكليوس. طيب ده بالنسبة للانترميديو زون. اخر حاجة خالص الانتيريور هورن، الانتيريور هورن في 5 نيوكليوس، عشان تحفظهم الموضوع سهل بالنسبة لك، ابدأ بالسنترال نيوكليوس. تبدأ بالسنترال نيوكليوس كل حاجة بالنسبة لك هتبقى محلولة وسهلة. تبدأ بالسنترال نيوكليوس، الحاجات اللي قدامها سنة او المتقدمة عنها سنة، فدول هنسميهم ايه؟ هنسميهم انتيريو. انتيريو ايه بقى؟ في انتيريو ميدياليس. ليه ميدياليس؟ ما قريبة من قريبة من الميدل. انتيريو ميدياليس، انتيريو ميدياليس، وفي انتيريو لاتيراليس. انتيريو لاتيراليس، في بقى برضو بوستيريو ميدياليس او بوستيريو لاتيراليس. فانت لو حفظت السنترال كانال والاربعه نيوكلياي اللي حواليها، لو حفظت السنترال هتعرف تحفظ الاربعه اللي حواليها، بحيث انك تعمل ايه؟ انك تقارن اماكنهم بالنسبه للسنترال نيوكليوس دي، يعني دي نقطه الارتكاز بتاعتك، وحواليها بتعرف تسمي. هتلاقي انتيريو ميديال بوستيريو ميديال، عندك البوستيريو لاترال والبوستيريو والانتيريو لاترال، بس كده. وهذه هي النيوكلياي الموجوده في الجري ماتر. فده كده الرسمة دي كده، يعني دي في محاولة لتجميع الليبرز اللي حواليها وعطبستها أو فشفشتها إلى حد ما، يعني هي ديت اللي هيتسأل فيها. وبشكل عام ده كده هيسأل في الانترنال ستراكشر بتاعت السبانال كورد، لأن صراحة ده أتقل حاجة في السبانال كورد، الأتقل على الإطلاق، هو الانترنال ستراكشر بتاعته. الاكسترنال فيتشرز بتاعته يعني كلها كلام فاضي، يعني طول مثلا 45 سنتي، بيمتد من ال C1 أو من أول cervical vertebra لحد ما بين ال first و second lumbar vertebra، أو في الأطفال لحد ال third lumbar vertebra. كلها يعني كلام تفريحي كده، تحس إنه كلام بسيط، وهو بيوصف ال external structure بتاعت ال spinal cord، لكن الشغل كله موجود في ال internal structure. طيب في ملف كده هيبقى موجود في لينك، الملف هذا هيبقى في الحاجات اللي تتحفظ يعني، ويبقى في صورة، يبقى في صورة بس من غير ليبلز انت تملاها بس، وشكرا.